ليس هناك أعظم من أن تهب الأم أعز ما لديها في الحياة، جسد ابنها بعد وفاته. إنها جيلبرت أيوب، أم فقدت ابنها غسان البالغ من العمر 19 عاما في حادث سير مروع أدى إلى موته دماغيا، فأعطت قلبه لشخص آخر على شفير الموت. ابننا راح، مو بقى فيه، ما فينا نرجع، خلينا ما نحرق قلوب أهل تانيين. والعطاء، والعطاء بيكون حب وأمل وفرح لناس تانيين. وقال يسوع المسيح: حيث تكون قلوبكم يكون كنزكم. والحمد لله أنا بعرف إنه كنز ابني بعده موجود بهالأرض. شهادة جيلبرت أتت في سياق محاضرة نظمتها بلدية فرن الشباك عن أهمية وهب الأعضاء في قاعة كنيسة مار نهرة، حضرها إلى جانب الدكاترة أصحاب الاختصاص رجال دين وأعضاء من اللجنة الوطنية لوهب الأعضاء. متوفي دماغيا هو أفضل واهب، لأنه هو كريم كتير، عطينا كل شيء. هو رايح ما بقى بده شيء، محل ما هو رايح منه بحاجة لإلهم، بس بحاجة لصلاتنا ولشكرنا إله. ما رح فينا نعمل له شيء، لأنه اللي رح يعطيه ما بيوازي شيء بالعالم. عم يعطي حياة، بس المهم نقدر نقوله للنعم. هذا وكان للأم تي في مداخلة مع متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك على رأي الدين في وهب الأعضاء. من الناحية المسيحية وهب الأعضاء هو عمل محبي، والكنيسة بتشجعه، ولكن أولا في شرطين. شرط أنه يكون مجاني، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. ثاني شرط، لازم الإنسان يرضى فيه، أو هو أو أحد أهله إذا كان هو غير واعي. وأكد بوستروس أن الكنيسة لا ترفض تطور العلم، لكن شرط أن لا يناقض القيم الإنسانية والقيم الأخلاقية.